الحمد لله والشكر ولله، والشكر لقضاة من أجل مصر. هذه الحركة التي ولدت قوية وراقبت الأعمال الانتخابية في الجولة الأولى، وقد تلقت كل التقدير والعرفان من مصر كلها، وفي الجولة الثانية مع الأسف من وجهوا إليها التقدير في الجولة الأولى اختبوها وتحدثوا عنها بشيء لا يليق وبكلمات يعني مفجعة، وأنا يعني لا ألومهم، لأن هذه الحركة بإعلانها النتيجة يوم الأربعاء السابق عن اليوم اللي كان مفروض تعلن فيه النتيجة وضعت الأرقام الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من واقع محاضر الفرز أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمام المصريين جميعا وأمام العالم كله. وأعتقد أن كان هناك سيناريو آخر، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن النتيجة المقدرة والنتيجة التي في الأوراق هي التي خرجت إلى الشعب المصري، ووقانا الله شرور الفتنة التي كانت ستحدث. آمين. ليا سؤال معالي المستشار في هذا الإطار، ما مدى صحة المعلومة اللي بتقول أن وزارة العدل بصدد التحقيق مع بعض القضاة من أجل مصر بمناسبة إعلانهم عن النتيجة قبل إعلان اللجنة الرئاسية العليا، هل ده صحيح يا فندم؟ والله أنا لا أعرف حاجة عن هذا الأمر، ولكن أهلا وسهلا بكل التحقيقات التي تجرى في هذا الإطار، لأن هذا نشاط أهلي، نشاط اجتماعي، نشاط وطني يبذله بعض القضاء الحريصين على سمعة القضاء. هتفتكر حضرتك إحنا عملنا أو أنا أسست ليها هذه الجماعة وهذه الحركة؟ أنا أسستها لما إحنا استشعرنا طبعا، وأنا كنت وقتها رئيسا لنادي القضاء في سنة 2005، لما علقت بالعملية الانتخابية من بعض القضاء مع الأسف أعمال تزوير لبعض اللجان، وإحنا عارفين أيام ما حصلت إيه، ومش هعيد هذا التاريخ الأسود لبعض القضاء وللنظام السابق في ذلك الوقت، وأيضا ما علق بسمعة القضاء والقضاء في انتخابات 2010 للآخر انتخابات أجراء النظام السابق الذي قامت بعده الثورة المجيدة، وكيف كانت كل هذه الانتخابات بشهادة الجميع كانت انتخابات مزورة. فكانت هذه الحركة لإبراء ذمتنا فعلا ولنتطهر مما وقع مع الأسف من بعد قضاة النظام السابق الذين زوروا بعض اللجان في سنة 2005 وزوروا انتخابات 2010 جميعها. طيب معالي المستشار، هل يجوز أن يؤدي الرئيس الجديد القسم في مكان آخر غير ما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري؟ إذا كنت حضرتك تسألني رأيي الشخصي فأسمح لي بدقيقة واحدة أقدم فيها لهذه الإجابة. الأول أن المجلس العسكري قد وضع البلاد في مأزق ومآزق خطيرة. أولا أعلن الإعلان الدستوري المكمل في الساعة التاسعة وهي الساعة المقررة لغلق الصناديق يوم الأحد الماضي. ويعلم أن هناك رئيس قادم بعد ساعات. الأمر الثاني، حل مجلس الشعب بقرار إداري خاطئ ينصرف إلى جميع مقاعد مجلس الشعب، بينما تطبيق صحيح القانون وهو تطبيقه على الثلث، وليس الثلث كاملا ولكن الثلث من الحزبيين الذين دخلوا على المقاعد الفردية. نخرج من هذا إلى أن الإعلان الدستوري أنا بعتبره إعلان منعدم لا وجود له، وأن قرار الإداري بحل مجلس الشعب قرار خاطئ 100%، وأرجو لن أستبق الأحداث في أنه قد يحكم بوقف حل مجلس الشعب، أو على الأقل أن الحكم ينفذ في ثلث المقاعد الفردية والمتعلقة بالحزبيين. الأمر الثالث بقى، إحنا كده دخلنا في مأزق حقيقة خطير جدا، وهو أداء اليمين المنصوص عليه. إذا كنت لا أعترف بالإعلان الدستوري فلا يجب أيضا أن أعترف بأداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لأسباب. هو يا فندم، عفوا يا فندم، هل أداء القسم أمام المحكمة الدستورية يعد اعترافا بقرار حل البرلمان؟
يعني يعد تسليم به، وانا لا اسلم به. هذا امر. الامر الاخر يا سيدي، احنا اعتدنا على ان اداء اليمين الذي يقوم به رئيس الجمهوريه ويؤديه رئيس الجمهوريه يجب ان يكون امام الشعب او ممثل الشعب. اليمين امام المحاكم وامام الجمعيات العموميه لا يكون الا لرئيس الجمعيه العموميه، يكون لشاهد مثلا يحكم امام المحكمه الدستوريه، لكن رئيس الجمهوريه هذا المنصب الخطير الرفيع لا يقبل ابدا من ان يؤدي امام احدى مؤسسات الدوله. رئيس الجمهوريه هو رئيس هذه المؤسسات، وهو رئيس الجمهوريه هذا هو الحكم بين هذه السلطات. فاذا كانت الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه تعد جزء من السلطة القضائية، فلا يجب أن أختصها وحدها. طب لماذا لم يؤدي اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى وكان هذا أوفق؟ ليه؟ لأن الجمعية الدستورية أو محكمة الدستورية جمعية عمومية المحكمة الدستورية، محكمة الدستورية رئيسها الحالي ورئيسها القادم هو الذي أشرفه على الانتخابات الرئاسية الذي أنجحت رئيس الجمهورية، فحتى شكلها غير رائق. اثنين، ان المحكمة الدستورية هي التي تعرض للقوانين التي يعتمدها رئيس الجمهورية وتخالف احكام الدستور فتعود امامها، لكن رئيس الجمهورية ارفع من هذا كله. يحلف يمينه امام من؟ امام الشعب، امام الشعب الذي انتخبه. لا يمكن ابدا ان اختزل مسألة ان رئيس الجمهورية الذي نجح باكثر من 13 مليون يؤدي اليمين امام 7 أو 8 أو 10 أو 11 من أعضاء المحكمة الدستورية أمام جمعيتهم العمومية. وأنا مش عارف النهاردة الكلام إذا كان صحيح الذي ورد على لسان السيد المستشار المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية يقول لا رئيس الجمهورية يعلف اليمين أمامنا. لا، أنت بتجلب لنفسك اختصاص، وكيف تتحدث في أمريكا؟ نتحدث نحن في هذا الأمر، لكن أنت شريك في هذه المهزلة ان يورد اسم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لان يؤدي الرئيس الجمهورية اول رئيس جمهورية لمصر بالانتخاب الحر المباشر رئيس مدني يأتي منذ 7000 سنة ومن 60 سنة رئيس ليس من رجال الثورة العسكرية التي حدثت في سنة 52. نعم، اول رئيس مدني يجب ان يعني. ولكن طب ما الحل عشان يبقى وضعنا الحل؟ الحل أمامنا اثنين، أن تنتظر باكر إن شاء الله قد يكون في الأمر فرج وتحكم المحكمة بإنعدام أو ببطلان أو وقف حل مجلس الشعب من محكمة مجلس الدولة. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا لم يحدث هذا وطالت المسألة وإحنا محتاجين إن رئيس الدولة يؤدي اليمين حتى يتمكن من بشرة عمله، أنا مقترح الآتي: أن المحكمة الدستورية، الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تنتقل إلى مجلس الشعب، وهذا البرلمان هو برلمان الشعب أو مكانه مكان الشعب، وتوجه الدعوة للطوائف ممثلين لطوائف الشعب للحضور ليكون أداء اليمين أمام الجمعية العمومية وأمام طوائف اختراح وجيه جدا معالي المستشار زكريا عبد العزيز، وشكرا جزيلا.